نحن الآن بصدد وضع خطط تأطيرية من أجل الحصول على ورقة تكون هي مرجعية ومنهجية هذا العمل، حيث منظمة المرأة الاستقلالية اعتزمت أن تقدم تقريرا سنويا يهتم أو يوضح وضعية النساء المغربيات في أرض الوطن. هذه المنهجية هي منهجية علمية يجب أن تعتمد على معطيات علمية، على بحث علمي من أجل وضع مؤشرات علمية وسبورة قيادة واضحة. إذن أول مرة تنظيم نسائي يقوم بهذا العمل، وأول مرة سيقدم تنظيم نسائي في شهر مارس تقريرا عاما حول وضعية النساء بالمغرب، لأننا أمام تضارب كبير بالنسبة للمعطيات التي تقدمها الحكومة، المندوبية تقدم شكلا والحكومة شكل آخر ووزارة المرأة شكل آخر، والواقع يختلف عن كل المعطيات التي تقدمها الحكومة والمنابر كذلك الإعلامية. إذن نحن سنعتمد عن الواقع وسنترصده وسنجمع المؤشرات، ثم كذلك نعتمد على التقارير المحلية الوطنية ثم الجهوية وكذلك الدولية لكي نبحث عن أنفسنا داخل هذا زخم من المؤشرات ومن المعطيات لوضع نقطة واضحة لوضعية النساء. فهناك من يقول نساء قد أحرزنا على كل شيء، وفي الحقيقة نساء لم يحرزنا على أي شيء، ثم كذلك يقولون بأننا شرعنا وأتينا بالكثير من التشريعات وجئنا بهيئة المناصفة وجئنا بقانون العنف أو جريم العنف إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت نجد الأرقام تتصاعد في العنف ونجد الأرقام تتصاعد في ضرب النساء حتى لا يصلن إلى مناصب القرار. إذن يجب أن نبحث لماذا هناك تشريع، هناك قانون يحمي الجميع، هناك عتبات تحفيزية أو إيجابية أو تمييزية إيجابية للنساء، ورغم ذلك لم نصل إلى وضع مريح للنساء اللواتي يمثلن أكثر من نصف المجتمع. إذن لابد أن نخرج بتقرير واضح لكي يصبح ورقة في أيدي الحركة النسائية المغربية للترافع من أجل قضايا. أحيي منظمة المرأة الاستقلالية ومناضلات المرأة الاستقلالية في الأقاليم وكذلك المرأة المغربية عموما، لا سيما في القرية التي لا تفهم معنى رأس السنة ولا احتفالات رأس السنة، لأنها تعرف احتفالات المنتوج والمحصول والأمطار هل نزلت إلى غير ذلك. أتمنى لهن صحة وعافية وتألقا دائمين، وأن ينتصرن في جميع قضاياهن لا سيما الاقتصادية والاجتماعية. لكل عمل منظم